يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو بإذن الله بشرح لكم كيف تشتغلوا بطانية الذكريات على طريقتي. البطانية هذه شوية مختلفة، بشرح لكم كل شيء شوية كذا، بس حابة أنبه إنه أنا ماني لابسة سماعات، فأتمنى الصوت يكون واضح، وكمان طنشوا أصوات العصافير اللي معايا في الغرفة. وكمان مساحة التصوير عندي مرة صغيرة، بحط لكم صور وأنا أشتغل بإذن الله. طيب، بطانية الذكريات، طبعا المربع هذا جدا معروف، اللي هو هذا تقريبا، هذا المربع جهة التناقص على اليسار من تحت لفوق. في شروحات كثيرة، في بترونات مجانية، في بترونات مدفوعة على هذا المربع، بس أنا إن شاء الله بشرح لكم كل شيء يخص هذا المربع، وأشرح المربع هذا والمربع هذا. هذا المربع أنا ما قد شفت له بترون، اشتغلت من عندي على حسب خبرتي في التريكو، بس عشان يطلع لي في البطانية هذا التأثير الزجزاج. شايفين كيف؟ طيب، بالنسبة للخيط المستخدم والإبرة، تقدري تشتغلي أي خيط مع مقاس الإبرة اللي تناسب سمك الخيط اللي عندك. في هذه البطانية أنا حطيت كل بقايا قطن جولد اللي عندي، وحطيت أي خيط نفس السمك. عندي هنا خيط ناكو هوش جالدين، وهذا عندي جينز، وهنا عندي جينز أتوقع، هذا برضو جينز، هذا هابي بيبي. في عندي قطن جولد، هذا أتوقع خيط إكسترا، بس صح في شوية اختلاف السمك، لكن في المربع أبدا مو مبين شيء، يعني عادي. فحطيت كل بواقي الخيوط، فبالتالي البطانية هذه صارت بطانية سكرابي، لأني بحط فيها بقايا الخيوط. وبستخدم إبرة مقاس 3.5، فين مكتوب أتوقع هنا، إبرة مقاس 3.5. الأفضل تستخدمي إبر مدببة الأطراف، إبرة تكون قصيرة، يعني 15 إلى 20 سنتي طول الإبرة، عشان يعني أسهل من إنه تكون عندك السلك وأنتي ما تحتاج السلك أصلاً، لأنه شغلك حيكون فلات ما هو دائري. المربع هذا وهذا تقريباً نفس الشيء، أنا في بطانيتي استخدمت نفس عدد الغرز، واستخدمت نفس طريقة التناقص، فقط الفرق في اتجاه التناقص، ولا هي نفس التناقص اللي هي سي سي دي، سنتر دبل ديكريس. ف تقدري تعتمدي هذا التناقص أو تجربي تناقص ثاني. في تناقص ثاني كثير يعتمدون الأجانب، وهذا أكثر شيء يعني المعروف في البطانية، واللي هي عبارة عن نت توجذر لهذه الجهة واس اس كي لهذه الجهة، فالتناقصين يكونوا في النص. طيب، انت في البطانية تقدري تحطي عدد الغرز من عندك. أنا هنا حاطة 24 غرزة، وهنا 24 غرزة، وغرزة واحدة حقت التناقص. فأنتي ممكن تحطي 26 26، أو 30 30، أو ممكن 10 10، على حسب سمك الخيط اللي عندك. تقريبا مربع واحد بياخذ مني من 10 إلى 15 جرام، على حسب برضو وزن وسمك الخيط. بالنسبة لتنظيف الخيط، كل مربع يترك لك خيطين، واحد حيكون في البداية والثاني حيكون في النهاية، بس أنا في هذه البطانية بشتغل وأنا في نفس الوقت أخفي الخيط، أبدا ما عندي تنظيف الخيط، فقط في النهاية أقص الخيط وخلاص انتهينا، لأنه أنا أصلا بخفي الخيط وأنا أشتغل. فهذا المربع اللي هو مربع واحد، خلينا نسميه مربع واحد ومربع اثنين، مربع واحد بيترك لي خيط واحد بعد ما أخلص المربع، لأنه الخيط الأول أنا بخفيه وأنا أشتغل، زي ما أنتوا شايفين هنا، هنا كان مكان التشبيك، كنت أشتغل وأنا أخفي الخيط، فهذا الخيط بس أعقد عليه عقدة وأقص الخيط. أما الخيط الثاني اللي هنا هو نفسه ده، نفسه ده تبع هذا المربع، أنا هنا أشتغلت المربع اللي جنبه، فصار هنا عندي فتلتين، فالفتلتين هذه بخفيها وانا القط الغرز من المربع هذا، وانا القط الغرز بخفي الخيطين. طبعا هذا كله بشرح لكم كمان وانا اشتغل، بيكون اوضح، فلا تشيلي هم اخفاء الخيط،
لأنك بتخفي وأنت بتشتغلي. إذا جيتي تشتغلي المربع كأول مرة، يفضل أنك تبدأي بهذا المربع اللي هو مربع رقم واحد. أنا بشرح في الفيديو مربع رقم واحد، بعدين أشرح المربع رقم اثنين. فالمربعين هم نفسهم تكرريهم في البطانية كلها، فأنا الحين بشرح لك كيف ترتيب البطانية. الآن نفترض أنه هنا عندي مربع، فتصير عندي أربع مربعات. أنت أول شيء تبدأي هذا المربع تحطي 24 غرزة زائد غرزة واحدة، 24 غرزة. هذا بالنسبة للتناقص CCD. في التناقص هذا لازم تضيفي غرزة عشان هي اللي تكون غرزة التناقص. بس إذا تبغي تشتغلي نت وتجذر SSK ما تضيفي أي غرز، خلاص تحطي 24 و24 وخلاص. كل مرة تنقصي غرزة من كل جهة. أما التناقص هذا أنا في نفس الوقت هنا عندي غرزة واحدة، أخذ غرزة من هنا وغرزة من هنا وأنقصهم، وتبقى دائما عندي غرزة واحدة حقة التناقص. هذه هي الفكرة، فكرة التناقص. فالآن أنت حتبدأي أول مربع اللي هو ده، طيب، وتخلصي وخلاص انتهينا. المربع الثاني أنت تقرري إما يكون فوق إما يكون هنا، يا يكون هذا المربع يا يكون هذا المربع. فأنت خلصت المربع هذا الأول، أفضل شيء أنك تسوي تشتغلي مربع فوق مربع، تشتغلي نفس الاتجاه فوق بعض لين توصلي للطول المناسب في البطانية، بعدين تبدأي تبني الصف الثاني. فكل مرة حتشتغلي المربع اللي على اليسار مثلا، تبدأي تشتغلي هذا المربع وفوقه المربع اللي بعده، وهكذا يصير عندك صفين كامل. هذا إذا أنت تبغي تشتغلي على أساس صفوف. بس إذا تبي تشتغلي من الزاوية للزاوية، فهذا أول مربع يكون عندك هو الزاوية، أول زاوية عندك من يمين تحت. فتشتغلي مربع رقم اثنين مربع رقم ثلاثة، أو مربع رقم اثنين مربع رقم ثلاثة، ويبقى عندك هنا، فهذا بيكون المربع رقم أربعة. وتكرري تطلعي فوق تشتغلي مربع هنا ومربع هنا ومربع هنا، فيصير تشتغلي من الزاوية للزاوية. لكن أنا في بطانيتي بشتغل صفوف. طبعا أنا هنا عندي آخر صفين ما كملتهم عشان أشرح لكم المربعات رقم واحد واثنين. طيب أنا راح أبدأ أشرح مربع رقم اثنين، بعدين حشرح المربع الأساسي مربع رقم واحد، لأنه الترتيب عندي كذا. المفروض إني ما كنت أشتغل هذا وأصور لكم واحد واثنين، لكن للأسف تركت آخر مربعين هنا. طيب حبدأ أشتغل مربع رقم اثنين. التناقص اتجاه التناقص حيكون على اليسار، على اليمين مو اليسار، عفوا على اليمين. فأنا في هذا المربع دائما إيش أسوي؟ المربع هذا دائما يجيني كذا، بس عشان توضح الفكرة أكثر حيكون شكله كذا. فأنا إيش حسوي؟ ألقط الغرز من هنا، حلقط 25 غرزة، 24 غرزة عدد الغرز اللي أنا حطها في كل جهة زائد غرزة واحدة حقت التناقص. بعدين حضيف هنا حضيف 24 غرزة كمان على الإبرة، تمام؟ وأبدأ أشتغل تناقص، وفي كل تناقص أشبك الطرف. هذا كله حيوضح كمان في الشرح. أما المربع هذا جدا سهل، خليني نشرحه هنا. المربع الأول هو نفسه ده، فأنا ألقط الغرز من هنا وألقط من هنا، ما عندي كاست أون إضافي. بس في هذا المربع لا، أنا أضيف غرز هنا في هذه الجهة. طيب بعد ما تخلص المربع الأول حتشتغلي مثلا هذا المربع، نفترض انه هذا مربع اول وهذا الثاني هذا الثالث وهذا الرابع. ففي هذا المربع حتحطي العدد كأنك بتشتغلي هذا المربع، تحطي 24 زائد 1 24، هذا عدد الكاست اون عندي. ففي كل سطر وانت بتشتغلي تلقطي غرزة من هنا، من كل عقدة بارزة تلقطي غرزة وتسوي فيه تناقص. طبعا التناقص أنا الحين بشرحه لكم لما أحط المربع اللي هنا، بس عشان أوضح لك الفكرة. فهذا في أول مربع من هذا المربع. طيب ففي كل سطر حتلقطي غرزة وتنقصي. طبعا التنقيص اللي هنا ما رح يأثر على عدد الغرز اللي عندك في المربع الواحد، لأنه أنت حتنقصي آخر غرزة من المربع الجديد مع المربع القديم، فتاخذي تلقطي الغرز
زي ما تشايفين التناقص، تلقطي غرزة من هنا من كل عقدة بارزة في كل سطر وتسوي التنقيص، تمام؟ والتنقيص بيكون على جهة الخلف، ما راح يكون في جهة الأمام. هنا التنقيص. طيب نبدأ نشتغل المربع رقم 2. طبعا أنا حلقط الغرز والقطعة على وجهي وجه الصحيح. طبعا لازم أترك مسافة خيط عشان برضو أخفي وأنا أشتغل. لما ألقط الغرز بخفي الفتلتين هذه، أما في السطر اللي بعده بعدين أخفي هذا الخيط عشان الغرزة الأولى ما تصير عندي مشدودة، تمام؟ طيب أنا حلقط الغرز من كل عقدة بارزة، كل عقدة بارزة بمثابة سطرين. زي ما قلت حترك شوية من الخيط وأبدأ ألقط. هنا عندي آخر سطر، بلقط من هنا غرزة، أتأكد من مسافة الخيط اللي أنا بترك، بعد كذا أشيل معايا الفتلتين هذه. طبعا أنا هنا سويت فيهم عقدة، فأشد شوية في العقدة عشان ما تصير فتحة زي كذا. إخفاء الخيط حيكون كالتالي، مرة أخفي هذا الخيط ومرة أخفي هذا الخيط في كل غرزة. طبعا طريقة الإخفاء مرة سهلة، شايفين خيط العمل؟ هذا الخيط بجيبه أمرر من فوق لتحت وأمسكه، خلاص هذه أنا الحين أخفيتها. فأروح ألقط الغرزة الثانية وأترك هذه وأمسك هذه الفتلة بنفس الطريقة، أمررها وألقط غرزة. طبعا أنا راح ألقط 24 غرزة، بعد كذا أمسك هذه الفتلة، كل مرة أمسك واحدة فيهم. طيب أنا هنا لقط 23 غرزة، باقي عندي آخر غرزة. آخر غرزة حتكون في هذا السطر، كذا صارت عندي 24 غرزة. طبعا هذه أشدها شوية، صارت عندي 24 غرزة. والآن بزود على الإبرة مباشرة بهذه الطريقة وأشد عشان ما تصير عندي فتحات. هذه غرزة التناقص اللي هي غرزة واحدة، بعد كذا أبدأ أحط 24 غرزة كمان نفس الطريقة. ضروري تتأكدي من عدد الغرز اللي حطيتيهم على الإبرة. طيب بعد كذا شغلنا حيكون من الجهة الخلفية، ببدأ أقلب القطعة. طيب تنزلي اتجاه الغرز تحت كذا، حنبدأ نشتغل السطر الأول. طبعا حشتغل 24 غرزة عدلة، الغرزة رقم 25 هي غرزة التناقص. فغرزة التناقص تقدر تشتغليها عدلة، تقدر تشتغليها مقلوبة، بس أنا لأني أبيها تكون بارزة فأسحبها سحب بدون شغل. فأسحب الغرزة رقم 25 والخيط في الأمام. طبعا ما عليك من هذا الخيط اللي يكون زي كده لأنه هذا بيتعدل بعدين. أسحب الغرزة بدون ما أشتغلها والخيط في الأمام، بعد كده أرجع الخيط للخلف وأكمل السطر، أشتغل عدلة لآخر غرزة. آخر غرزة أسحبها كأنها عدلة بدون شغل، بعد كذا خليني أمرر هذا الخيط هنا قدام. طيب بعد كذا حسوي تناقص
مع المربع السابق اللي هو هنا. فأنا الآن في أول سطر، فبلقط غرزة من هنا من أول سطر من أول عقدة. طبعا التناقص حيكون هنا، أو التشبيك، تشبيك التناقص بيكون هنا في العقد البارزة. فأنا بسحب هذا أول سطر وأشتغل فيه تناقص، أدخل مع الإبرة في الغرزتين وأشتغلهم تناقص كأنهم SSK. طبعا هذا عشانها بداية فتكون شوي مفتوحة، أسحب الخيط وخلاص كده أنا خلصت السطر الأول. والآن بشتغل السطر الثاني. طبعا السطر الثاني ما راح أمسك هذا المربع أبدا، يعني حركز بس على المربع الجديد. طيب في السطر الثاني أبدأ أخفي الخيط، أشتغل عدلة الغرزة الثانية، أبدأ أمرر الخيط بنفس الطريقة، هشتغل عدلة لين آخر غرزة قبل غرزة التناقص. الآن هشتغل التناقص، التناقص حيكون بين ثلاثة غرز، غرزة آخر غرزة من هنا وأول غرزة من هنا والغرزة اللي في المنتصف اللي هي غرزة التناقص. فايش حسوي؟ حشتغل ادخل مع الابره تحت اول غرزتين كانهم عدله، ما راح اشتغلهم، انزلهم بهذه الطريقه. بعد كذا اشتغل الغرزه الاولى من هذه الجهه عدله، بعدين امرر الغرزتين فوق الغرزه الواحده، وبكذا سويت اول تناقص. بعد كذا اكمل السطر عدله لاخر السطر، وبكذا خلصنا السطر الثاني. حتكرري السطر الأول والسطر الثاني لحد ما توصلي عند آخر غرزة، أو لين تصير عندك آخر ثلاثة أو خمسة غرز، فوقتها برجع ثاني عشان أشرح لك كيف تختمين المربع. طبعا هذا شكل المربع، وهذا حيكون هنا كله تشبيك. المربع شكله بيكون كذا، إن شاء الله يكون واضح في الكاميرا، شايفين؟ فبس أخلص وأرجع لكم. آخر سبع غرز هشتغل عادي جدا نفس السطر الثاني، أسوي التناقص أو التشبيك في الخلف. هكمل أشتغل التنقيص آخر تشبيك، هشبك على هذا الجزء، هدخل مع الإبرة وأسوي التناقص أو التشبيك. بعد كذا صارت عندي آخر ثلاثة غرز في نهاية المربع، فهنا هشتغل تناقص على طول، وصارت عندي غرزة واحدة. ده أقلب الشغل وحشتغل عدلة على الغرزة الأخيرة، بعد كذا أقص الخيط. وبكذا أكون خلصت المربع الثاني. بعد كذا أعقد هنا عقدة، أربطهم في بعض، وبعدين زي ما قلت الفتلتين هذه حخفيهم في المربع اللي بعد هذا. طيب الآن حلقط
الغرز من هذه الجهة من هذا المربع، وألقط غرزة واحدة هنا في النص، وأكمل ألقط الغرز في هذا المربع، وأبدأ أشتغل على شكل سبعة أو V، وأسوي التناقص في النص بدون أي تشبيك. حترك مسافة خياط وأبدأ ألقط من هذا الجزء من الكاست أون. لو تركزي في الكاست أون هذا أول سطر، شايفين العقد البارزة هنا؟ هذا أول سطر، بس لو تقلب القطعة شوية كده حتشوفي الكاست أون هنا تحت. فأنا أبدأ ألقط من هنا عشان أتجنب ما أشتغل في السطر الأول. طيب أول غرزة هي هذه، حدخل عليها وألقط غرزة. طبعا الغرزة الأولى مرة ضيقة، ف حتشد شوية في الخيط وانتي بتلقطي الغرزة. بعد كده أبدأ ألقط وأنا أخفي الخيط في نفس الوقت. حلقط غرزة التناقص، أدخل هنا في تحت الغرزة، وبنفس الوقت أدخل على المربع اللي في النص عشان غرزة التناقص تصير عندي في المنتصف، وأجيب الإبرة عشان أدخل فيهم الاثنين كأني بشتغل فيهم تناقص. وبكذا التناقص عندي هنا حيكون من المنتصف، عشان التناقص يكون هنا في المنتصف، وبالتالي كشكل حيكون كلهم كأنهم متصلين في بعض. بعد كده حكمل ألقط الغرز في المربع الثاني، وأبدأ ألقط من الغرزة هذه، ما راح ألقط من هذه العقدة ولا من المنتصف لأنه هذا حيسوي لي فراغ. فأنا ألقط من أول غرزة هنا عشان شكله حيكون مرتب، شايفين هذا الشكل حيكون مرتب وبدون أي فراغات. طيب آخر غرزة حلقطها هنا العقدة الأخيرة، بعد كذا حشتغل السطر الأول من الخلف، حشتغل جميع الغرز عدلة ما عدا غرزة التناقص، أسحب الغرزة بدون ما أشتغلها نفس ما سويت في المربع السابق. السطر الثاني بنفس الطريقة حشتغل غرز عدلة، لما أوصل عند غرزة التناقص حسوي نفس التناقص بنفس الخطوات وأكمل السطر. هنا غرزة التناقص، شوفوا كيف التناقص صار كأنه متصل بالمربع اللي قبله. أكرر السطر الأول والسطر الثاني لين تبقى عندي آخر ثلاثة غرز، وأرجع لكم. آخر ثلاثة غرز هشتغلهم تناقص عادي، أقلب القطعة وأشتغل غرزة عدلة واحدة بس، وأقص الخيط. وبكذا خلصت شرح المربعين. طبعا هذا المربع أسهل بكثير من ذا، هذا عشان فيه له تناقص هنا وفيه له تناقص من هنا. طبعا أكيد ملاحظين إن المربعين في اختلاف بالحجم، لكن هذا الاختلاف أو هذا اللي طالع كذا الشكل الغير مرتب حيترتب أكثر لما تشتغلي المربعات من فوق ومن الجوانب كمان. إن شاء الله يا رب تكون استمتعت بالفيديو واستفدت منه، ويا رب الشرح واضح. إذا عندك أي أسئلة عادي تواصل معايا في حساباتي اللي تحت في صندوق الوصف.
واللي حابة تدعم المحتوى عندها زر الشكر. نشوفكم على خير ومع السلامة.